تصبح نباتات ونشاهد أنوار المواشي تبيض الدجاجات في المزرعة الأرض تعطينا الشيء الكثير وسأجمع وردات جميلة وأتنشى بالنسمات في المزرعة بعد أن نغرس فيها البذار تعطينا فاكهة أو خضار كل ما في المزرعة هو صحي مفيد ماذا سآكل حقا أنا محتار إن الدجاج يريد وجبته من الحبوب وكذلك الماعز تهوى الطعام وتسر حين قماش تشارها الكثيف الكل يحتاج مني اهتمام في المزرعة نرمي بذورا تصبح نباتات ونشاهد أنواع المواشي تبيض الدجاجات في المزرعة الأرض تعطينا الشيء الكثير وسأجمع وردات جميلة وأترشى النسمات خذ المجرفة هيا نهيئ وضع البذار اصنع ثقبا صغيرا في التراب بعد غرس البذار نصب الماء باستمرار من ثم دور الشمس كي ينمو يصبح خلاب في المزرعة نرمي بذورا تصبح نباتات ونشاهد أنواع المواشي تبيض الدجاجات في المزرعة الأرض تعطينا الشيء الكثير وسأجمع وردات جميلة وأتنشى بالنسمات إن الدجاج يريد وجبته من الحبوب وكذلك الماعز تهوى الطعام وتسر حين قماش تشارها الكثيف الكل يحتاج مني اهتمام في المزرعة نرمي بذورا تصبح نباتا ونشاهد أنواع المواشي تبيض الدجاجة في المزرعة الأرض تعطينا الشيء الكثير وسأجمع وردات جميلة وأتنشى بالنسمات